بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نعمة وفرح وبركة وسلام من إلهنا القدوس ليكم جميعا. معاكم سوريا. أنا شفت المسيح، مش هقول بقى كم مرة، المرة دي هحكي لكم عن رؤية جديدة. النهاردة جزء 28، كورونا الصلاة التسبيح. لا إكليل لكورونا، لأن كلمة كورونا معناها إكليل، وما فيش إكليل للموت. إكليلنا إكليل لا يفنى، أبدي ومستمر. إكليل السماء إكليل مجد وبهاء وبر. إكليلك يا إبليس كذب ومش حقيقي، عمري ما كان فيه إكليل للموت. حتى لو كنت ملك للشر، إكليلك للموت إكليل فاني، إكليل رملة، بلاستيك، ورق، عمره ما هيكون ذهب. ولا كان ولا هيكون ولا هيجي اليوم اللي يكون ليك سلطان علينا، احنا اولاد الهنا الحي الابدي. اكليل السماء اكليل حياة ونور ابدي لا يزول، اكليل ابتهاج وفرح ابدي لا يزول. ملكي رضي يلبس اكليل اللعنة مكاني، واداني اكليل المجد ورجعني للحياة تاني. مش هقبل غير اكليل الحياة والمجد اكليلي. هنا ملكي، ملك القيامة والحياة اللي داس الموت وقام منتصرا وظافرا، واعطانا روح الحياة، روح القيامة والانتصار. الرومان كانوا بيستعملوا اكليل على شكل غصن مجدول في الانتصارات. فاكرين غصن مجدول بقوة في الجزء 19؟ وكان يعمل من ذهب للامبراطور الروماني، ويستعملوا الإكليل بالشكل ده للأبطال والمغنيين، وده شكل إكليل كورونا. أنا شفت المسيح، وهحكي لكم النهاردة الرؤية اللي أنا شفتها. دايماً مع قرب عيد البابا كيرلس أنا ببقى مستنية هدية من السماء، والهدية دايماً ضيقة أو تجربة، لأن في وقت التجربة نحمل على الأكتاف ونتقدم ونرتفع روحياً. وفي التجربة بنقول مبارك الرب صخرتي الذي يعلم يدي القتال وأصابعي الحرب. وعن موضوع كورونا كنت بصلي وبقول فيه إيه يا رب، الموضوع ده صعب قوي. وفي يوم السبت 7 مارس بالليل، باكر الأحد 8 مارس سنة 2020، كنت بصلي وشفت رؤية بالليل. شفت نفسي في الرؤية في حجرة طولها زي عرضها زي ارتفاعها. الحجرة واسعة قوي وفرغة ونظيفة ومنورة، وفي آخرها بعيد قوي موجود أولاد أولادي. كنت واقفة في وسط الحجرة وفي إيدي غطاء، بشد الغطاء عليا لقيت 2 ملايكة دخلوا بسرعة وبيشاوروني وقالوا لي لسه في حاجة في الحجرة لسه ما خرجتش. لقيت إني نسيت أخلع الحلق والسلسلة، وكان فيها صليب، خلعتهم وخليت الصليب معايا وإدت لهم الحلق والسلسلة. وقلت صليبي ما أقدرش أسيبه، أنا ماسكة بقرون المذبح. فرحوا إني كنت حريصة على صليبي وخرجوا، ومعنا خلع الحلق والسلسلة يعني لبس المسوح. شديت الغطاء وبدأت أصلي، وضعت راسي على فراشي، 7 صلبان تحت راسي. المسيح مد يمينه فتح إنجيله، موسى النبي في البرية ضرب البحر بعصايته، طلعت له الست البتولية. قلت لها يا ستي يا أم النور، علشان خاطر ابنك الغندور، لا تموتيني قتيلة ولا حريقة ولا غريقة ولا قربانة طرية. أنا نمت وتمديت، بستر يسوعي اتغطيت، سترك يا يسوع ومجدك غطايا، ورحمتك يا رب رضايا، أمين كيريا ليسون يا رب ارحم. كنت بشد غطى الستر الساكن في ستر العلي، أي في قدس أقداس العلي في ظل القدير يبيت. يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك، وإليك لا يقترب إنما بعينيك تنظر. طب هنظر إيه؟ لقيت 2 جايين بيشدوا الغطى من علي بكل قوة، يعني بيشككوني في ستر ربنا علي. رحت بكل قوة فيا، خبطتهم برجلي وبقول غوروا من هنا. دخلتوا ازاي؟ اخرجوا بسرعة. راحوا مخارجين شوية ولقيت ناس بتبكي وبتصرخ وفي أنين. خرجت بسرعة
لقيت ستات وناس بتبكي ولابسين اسود والارض ناشفه ومشققه والدنيا ضلمه. حاولت اصبرهم واكلمهم: يا جماعه ما تخافوش، ربنا موجود، خليكوا صابرين، ما فيش حد سامع حاجه ومستمرين وبيقولي انتي مش حاسه بينا. بصيت لقيت اني شايفه رجلين كبيره قوي من حديد وعاليه قوي، وبرجل راح رايح ضرب الارض ضربه واحده جامده. حسيت ان الكره الارضيه كلها اتهزت هزه جامده. رحت واقفه قدامه وبتلقائيه لقيتني بخبط الارض زيه برجلي، بقول لينتهرك الرب، لينتهرك الرب، لينتهرك الرب. وبدات بسرعه اعمل رتم موسيقي برجلي واصفق بايديا واخبط برجلي، ورفعت عيني للسماء وبدات اسبح لربنا وبقول له: يا فرحة عمري كله يا إلهي القدوس، تحت جناحك وظل اشتهيت الجلوس، فرحان قلبي يهلله بخلاص أرواح ونفوس، منت الحب ودله فيك راحة وفردوس. يا ناقشني على كفوفك بفرح لما بشوفك، بشوف مجد الإله مكشوف كما في مرآة، في وجه يسوع فدية أشرق نور وحرية، نعرف مجده وسماه من مجد المجد معاه. بصيت لقيت في ناس جاية قامت معايا وبتقول معايا، انا معرفش الناس دي جايه منين. ولما قاموا والرجل الحديد ما قدرتش تخبط خبطه تانيه، اصله كان عايز يخبط ثلاث مرات، لولا مراحم ربنا بينا مراحمه ابديه. ناديت وقلت قولوا معايا، ومن فضلكم انتوا كمان قولوا معانا، بمراحمك الالهيه تفتح ابواب دهريه، وملك المجد داخل بالحياه للبشريه. إلهنا قادر جبار، والروح من نور ونار، إله قوات نارية، ده أبويا أبو الأنوار. وأول ما قلت كده وكلنا بنقول كده لقيت السماء اتفتحت، فرحنا قوي وبدأت الدنيا تنور. رحنا قلنا اسمك قدوس وعالي وتسبيحك يحلالي، والروح يصرخ فيا يا أبا الأب يا غالي، ده احنا أنا ابنك وحبيبك، فرحان وماسك إيدك إيدين النعمة الإلهية، مجد وبهاء في بيتك. لقيت المنظر بيتغير تاني، لقيت السماء بتتفتح اكتر والدنيا بتنور اكتر والجو حواليك بيختلف والفرحة بتكبر. قلت من الفرحة غنيت: هاتوا العود والمزمار، هاتوا العشر اوتار، تسبيح لابويا فدية والروح يفيد انهار، قدوس اله القوات، عظيم رب السيادات، ملأ بأمجاد بهية الأرض والسماوات. وأول ما وصلنا وقلنا ملأ بأمجاد بهية، لقيت جيوش وجيوش بتخرج من السماء، ملايكة وقديسين والمسيح وسطيهم. بس كان في مجموعة صغيرة خرجت لوحديها، بقول لهم: ده مين يا جماعة؟ كان في واحد شكل وشبه المسيح قريب قوي. سألتهم مين ده، قالوا لي: ده الأنبا بولا الطموهي ورايح في اتجاه مصر، كان شبهه لأنه رجع لصورته مسين. لقيتني بقول: بمعرفتك يا حنون املاني وافتح عيون واعلن مشيئتك فيا وباسم يسوع يكون. لقيت المسيح قرب قوي بكل الجيوش اللي حواليه، لقيته جه وخدني بالحضن. ما اقولكوش الفرحة كانت ازاي ولأني بقوله بمعرفتك يا حنون، وقال لي: قولي باسم الآب يكون هنا مش باسم يسوع يكون، لأن المشيئة للآب والابن ينفذ مشيئة الآب. يعني صلح لي الجملة في الترنيمة وكده أنا فهمتها. قال لنا كلمة مهمة قوي وبيقولها للكل: سبحوا وغنوا. رجع حط الحلق والسلسلة في إيدي وقال لي: سبحي وغني. أمين. وخلصت الرؤية لحد كده. التسبيح يا جماعة، التسبيح يرفعنا للسماء ويعدينا من كل تجربة بسلام. هو جاي يدينا الدواء والحل. بالتسبيح يهرب إبليس. التسبيح إكليل الصلاة. صوموا وإلبسوا مسوح. سبحوا تسبيح السماء، رنموا ترنيمة جديدة، غنوا بأغاني روحية. يا الله أرنم لك ترنيمة جديدة، برباب ذات عشرة أوتار أرنم لك، مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية، مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب.
اكهن بعقلك على مذبح قلبك وسبح إلهنا الحي. ما تخافوش، إلهنا عظيم، تجربة وهتعدي. هل معناها أتوب؟ طبعا أيوة. ارجعوا إلي فأرجع إليكم. أتقدم مع ربنا؟ طبعا أيوة. أرتفع؟ برضو أيوة. يلا بينا نتأمل شوية في الرؤية دي. أول حاجة المكان، إحنا في قدس الأقداس داخل الإنسان ومعايا غطا، وهو كرسي الرحمة، عرش الرحمة والنعمة، والغطا علامة إني ساكنة في قدس أقداس إلهنا الحي كمان، أي في ستر العلي ومحاطة بروح الله القدوس، وهو كمان ساكن فيا. ده إيماني ومحدش يقدر يشككني في ده، علشان كده خبطت الاتنين اللي دخلوا اللي كانوا عايزين يشدوا الغطا برجلي، علامة إن الشيطان تحت الأقدام. روح الله الساكن فينا هو الروح اللي يعلمنا، هو روح النعمة والتضرعات اللي يشفع فينا، والروح اللي يصرخ فيا يا أبا الآب لما تسبح وتعلن وجود هيكلك أنت في قدس أقداس الرب بإيمان بروحه القدوس وبحسب مشيئته، يضرم الروح القدس الناري فينا ويستجيب الله لينا بسرعة. وإحنا لابسين المسيح في كل الأحوال، واقفين أمام الآب الله يستجيب ويعطي بسخاء. اطلبوا تجدوا ليكون فرحكم كامل، ومن آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حية. وإحنا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه، خليكم متأكدين وربنا يجي لينا بقوة. هو ده إيماني. تعالوا نشوف إليشع النبي. إليشع معنى الاسم إله خلاصي، والملك يهوآش معنى الاسم قد أعطى، يعني الله أعطى روح القيامة والنصرة والسلام. يعطيك الرب سكون وراحة وهدوء على كل انزعاج واضطراب ولخبطة وشوشرة. أصل العدو اللي كان قدام يهوآش كان الملك أرام، يعني السكون والراحة والهدوء، لكن في الحقيقة هو ملك الانزعاج والاضطراب واللخبطة والضوضاء والإرهاب. فاكرين الحصن اللي كان فيه يابين والملوك الأشرار في الجزء 16، نرجع له، سر الغلبة والنصرة. ده بالظبط بيفكرني بملك أرام. وبعد كده إيه اللي بيحصل؟ ومرض إليشع اللي مات بيه، المرض اللي مات بيه، نزل إليه يهوآش ملك إسرائيل وبكى على وجهه وقال له: يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانها. قال له إليشع: خد قوسا وسهاما. فأخذ لنفسه قوسا وسهاما، ثم قال لملك إسرائيل: ركب يدك على القوس. فركب يده، ثم وضع إليشع يده على يدي الملك وقال: افتح القوة لجهة الشرق. ففتحها. فقال إليشع: ارمي. فرمى. فقال: سهم خلاص للرب وسهم خلاص من أرام، فإنك تضرب أرام في أفيق إلى الفناء. ثم قال: خذ السهام. فأخذها. ثم قال لملك إسرائيل: اضرب على الأرض. فضرب 3 مرات ووقف. غضب عليه رجل الله وقال: لو ضربت 5 أو 6 مرات حينئذ ضربت أرام إلى الفناء، وأما الآن فإنك إنما تضرب أرام 3 مرات فقط. وخدوا بالكم، إيد إليشع على إيد الملك لازم تكون فيه إيدينا كلها متجمعة بعض. هي دي: اضرب سهم الفوق واضرب سهم للأرض. اضرب لفوق لطلب خلاص الرب لضرب عدو الانزعاج والإرهاب والخوف والاضطراب واللخبطة والأحزان، واضرب الأرض الفناء، هذا الملك ملك الموت والفناء في أفيق، يعني في حصنه. علشان كده كنت بسقف بإيدي الفوق وخبط برجلي للأرض. نضرب بالسهام الروح القدس المستمرة بلا تتوقف، تتقدس أرضنا وتتحول لسماء. انت بتغير الجو من حواليك، من الموت للحياة، من الخوف للسلام. تطلب معونة السماء فتيجي السماء على أرضك وأرض كل اللي حواليك وإلى كل الأرض. اوعى تخاف، اوعى تخاف في الضلمة، شق طريق للنور بالتسبيح للسماء. اقف قدام العرش في قدس الأقداس. اوعى تخاف في الضلمة، شق طريق للنور بالتسبيح للسماء. وقف قدام العرش، ثبت عينيك على الأمجاد والنور وأورشليم السماوية. ربنا جايب أمجاد وخلاص لنفوس وشعوب وبشرية. أنت مسنود على أيدين النعمة الإلهية تطأ الأفعى والحياة والتنين، وقال لأنه تعلق به فأنجيه. بعد كل ضيقة أمجاد، وبعد كل صليب قيامة وصعود، اختبر إيمانك وصبرك واحتمالك ومدى النور اللي جواك. ادخل الأقداس واستنير، ادخل الأمجاد واستمتع وتلذذ بالرب.
قف على جبل شخيون وقول للبحر ابكم، انطلق للسماء تلاقي السماء تنطلق ليك بكل جيوشها وبهائها ومجدها وجمالها وجلالها. ادخل سماء الحياة والخلود والأبدية، انسى الخوف والموت والفناء والهمجية. عيش النعمة والبركة، عيش المجد والبهاء، عيش الحياة والخلود، عيش الإنجيل بقوة إيليا. لا ده بقوة الروح القدس كمان الساكن فيك وفيا. عيش المسيح، حضن الروح القدس يعلمك ويفهمك ويرشدك ويرفعك لحضن الآب السماوي القدوس، حضن الحماية والإطمئنان والضمان، حضن الفرح والراحة والسلام، الفردوس الحقيقي. تباركك نفسي يا من نزلت إلى أرضنا، صرت لي مسكنا وملجأك، تظللني بجناحيك وتخفيني في حضنك، تصير أنت ترسم لي وحقك مجنا يحميني. أسبحك وأمجد اسمك وفي وسط الضيق أتلامس مع عمق أفكارك. تكشف لي أسرار خلاصك وتدخل بي إلى عربون سمائك. أسبحك وأمجد اسمك وفي وسط الضيق أتلامس مع عمق أفكارك. لما بنتجمع مع بعض للتسبيح بنعمل إكليل من الكواكب والنور ونهزم أي إكليل للموت، لأن كورونا يسمى أيضا إكليل زي إكليل النجوم والكواكب، ولا يهزم إلا بالتسبيح والغناء لمجد الملك بروح القيامة والانتصار والإعلان، وإعلان بالنطق إعلان الكنيسة الظافرة المنتصرة اللي جواك. السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه، طوبى للشعب الذي الرب إلهه. مخازننا مملوءة شبع ونور والأعداء خاضعين لا يقتحموا أسوارنا. وطبعا أتعامل بحكمة واحترام لكل القوانين الأرضية، ونخاف على الناس اللي حوالينا، ونصلي لكل العالم، وأن الله يفتح عيون العلم والعلماء والباحثين ويرشد الجميع بنعمته السماوية. فيه باب مفتوح في السماء وعمره ما بيتقفل، ده باب المراحم الإلهية، باب المراحم والنعمة الإلهية. ربنا لما بيحوط عليك وبيقفل كل الأبواب اللي حواليك ده عشان ترفع عينيك للسماء وتشوف الأبواب المراحم والنعم الإلهية اللي جاية. هو بس عايزك تركز شوية على السماء، انتهز الفرصة وثبت عينيك على الأنوار الإلهية. اسمحوا لي أرفعك وسبحك وباركك، أشكرك يا إله العظيم، أمجد اسمك القدوس وأسجد عند موطئ قدميك. يلا ندي بطانية، لأنك إله العظيم القدوس، قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والآتي وآدي كمان مطانية. قدوس 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 رب الصباؤوت، السماء والأرض مملؤتان من مجدك وكرامتك، وآدي كمان مطانية، لأن المطانية هي خضوع للسماء، وبنعمل زي الكاروبيم وزي السيرافيم اللي موجودين في العرش، لأن لك الملك والقوة والمجد والبركة، ليك العظمة، ليك كل كرامة وكل سلطان، ليك يا رب الحكمة والغنى والقدرة من الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها. أمين.